السلام عليكم البنات، لبس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة أم مريم، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا. كنشكركم من كل قلبي. دابا اللي غادي نقدم لكم توما غبرة، الصراحة كتجي واعرة في الدار، كتجي خطيرة، مكونات يعني جد بسيطة، وكنحضروا منها واحد الكمية اللي هي كثيرة. المهم بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو كيلو ديال التومة. أنا اختاريت هاد الحمرة هادي، يعني بالحمرة كتجي زوينة أحسن من البيضة. كيف كتعرفوا الحمرة كتكون مجهدة، يعني كتكون قوية، داكشي علاش درت معكم الحمرة. صافي غادي نقيها. بالنسبة اللي عنده الحساسية في يديه، من الأحسن يدير الليقات، يعني اللي عنده الحساسية من الأحسن يديرهم، حيت كتكون كتحرق، حيت عندنا واحد الكمية اللي هي كثيرة. أما اللي كنتو ديروا واحد الكمية اللي هي قليلة، راه معليش، واخا ما ديروهمش. يعني بالنسبة لي أنا عندي الحساسية، يعني درتهم عاد نقيت بها. صافي غادي نقيها كاملة. يعني إذا كانت واحد الكمية كثيرة، من الأحسن شي واحد يعاونكم، حيت كتشد شوية الوقت. كيف كتعرفوا دابا عيد الكبير قرب، وبزاف ديال الوصفات كندخلوها فيها. المهم كنقشروها كاملة بنفس الطريقة. من بعد ما كنقشرها كاملة، كنديرها في واحد اللاطة، وغادي نخليها معرضة للهواء ما بين 3 أيام حتى 4 أيام. حدا شي من الاحسن نحطو حدا شي شرجه، ماشي بلاصه فيها الهواء، غير حدانا في الكوزينه، ونبقاو مره نقلبو فيها، يعني باش تنشف لينا مزيان من داك الماء اللي فيها لداخل. مهم هاد المرحله ديروها في الاول. ودابا في هاد الوقت يعني كيبقى الثمن ديالها مناسب باش واحد يشريها ويلبسها في الدار، حسن ما كنشريوها طالعه. صافي كنقشروها كامله، وكي قلت لكم تبقاو معرضين الهواء ما بين 3 ايام حتى 4 ايام، ضروري هاد المرحله هذه. المهم اخوات، دابا راني خليت الثومه واحد تقريبا، خليتها 4 ايام انايا، خليتها حتى واحد الشرجم في الكوزينه، مره كنحرك فيها، يعني باش كتنشف لينا شويه، حيت لا درناها مباشره ملي كنجيبوها ونديروها نقيوها ويعني تم نحكوها، غتقتلق لنا الماء بزاف. يعني من الاحسن يبقى تبقى معرضة للهواء واحد 4 ايام حتى 3 ايام. صافي دابا انا غادي نحكها في هاد الحكاكه الرقيقه، انا غير غنوريكم، يعني اللي ما عندوش الروبو غادي يحكى في هاد الحكاكه هذه ديال الحكاكه الرقيقه. صافي نخرجوها كامله بنفس الطريقه. صافي دابا انا حيت غادي نديرها في الروبو، يعني نفس النتيجه، بحال اللي عنده الروبو يدير الروبو. كيف كتشوفوا دابا راه ناشفه معانا، يعني كون خليناها ما معرضاش للهواء كون راه لقيناها فازقه بزاف من الداخل. المهم كنحكوها رقيقه، يعني من الاحسن البنات ديما الثومه غبره، من الاحسن كننصحكم تبقاو تصوبوها في الدار، حيت كتخرج واحد الكميه يعني مزيانه، احسن من ما كتسبع ديك القريعه صغيره ب 10 دراهم وقيله، ما فيها وارف هذاك الشيء قليل. المهم دابا راني درت انا هنايا في هذا في الروبو، يعني راه بحال غير وفرت عليا شويه الحكان، غير كنهرمشوها شويه، ماشي نطحنوها بزاف تتولي عاوتاني بوماد. صافي دابا غادي ناخذ هاد اللاطه هذه، اي لاطه عندكم تكون على القياس اللي عندكم ديال الثومه. انا درت هاد القياس هذا، دابا غادي نسرحها مزيان فيها كامله. ودابا في هاد المرحله هذه، يعني فين ما نطيب شي حاجه في الفران، طيبت خبز، طيبت كيكه، طيبت اي حاجه، غادي نشد هاد اللاطه هذه، نطفي الفران، بعدا ما نديروش فيها هو شاعل حتى كنطيب ونسالي، غير اذا كنطفي كنخشي اللاطه، يعني فين ما نطيب شي حاجه نخشي اللاطه في الفران. اللي عنده الشمش حدا السطح من الاحسن يدير عليها واحد المنديل من الفوق باش تبقى معنا نقيه، وغادي يديرها في الشمش. دابا راه الحال سخون، اللي ما عندوش سطح راه غادي يبقى يديرها في الفران، فين ما يطيب شي حاجه يديرها في الفران. ملي غادي نخرجوها مره غنبقاو نحركو فيها حتى كتلصق. ملي كنخرجوها من الفران كنلقاوها لاصقه، يعني فين ما نخرجوها من الفران كنحركوها بالمعلقه.
المهم البنات هذا هو الصوت اللي كان كنسمعوه ملي كان صافي كنتاكدوا انها يبسات صافي، هذا هو الصوت اللي كنسمعوه. يعني قد ما جاتنا يابسه مزيان قد ما هاد الثومه كتجينا ناجحه. المهم هاد المرحله البنات يعني خصكم تكرموها مزيان، ما تبقاش فيها كاع الرطوبه. يعني مره كنخرجها من الفران وكنبقى نحرك فيها، يعني كتكون هي الريحه ديالها مجهده ملي كنكونوا صوبوها في الدار. صافي دابا غادي ناخد هذه الماكينه ديال العطريه فاش كنطحنوا العطريه. وبالنسبه لهاد المرحله هذه البنات راه مهمه بزاف. الاخوات دايرينها في القنوات ولكن ما كيقولوش السر باش نطحنوها باش تبقى معنا مزيانه. السر هو اننا ملي كنطحنوها ما كنطحنوهاش بزاف حتى كنيلوها تتولي بودر، لا خاصنا نطحنوها شويه بحال السميده الرقيقه بحال الفينو مثلا تبقى معنا حرشه. يعني الا نيلتوها الا درتوها بودر يعني ما كتصدقش معاكم نهائيا، تبقى هكا يعني كيف كتشوفوا كتبقى المهم بحال السميده كتجينا حرشه. صافي كنغربلوها وداكشي اللي بقى لينا الفوق كنعاودو نطحنوه. ملي كتخدموا الماكينه ما تخدموش كتوركوا عليها في خطره واحده وهذا، لا مره تبقاو تحركوا وتوقفوا حتى كتحصلوا على هاد بحال هاد القوام هذا. يعني ما تخدموش الماكينه دقه واحده حيت لا طحنتوها بزاف بودر يعني غير ديروها في القرعه دوز على واحد النار ولا نص نهار غتلقاوها ولات بحال الحجره، غتبغيو تهزوها ما تبغيش تهز لكم ما تبقى تهز لكم مكوره. بهذه الطريقه هذه كتبقى محلوله معانا. يعني بزاف الاخوات قالوا لي حنا كنديروها في الدار ولكن كتولي بحال الحجره. هو السر ديالها في الطحين، الا طحنتوها بزاف راه ما غاديش تجيكم مزيانه، هذا هو السر ديالها البنات. مهم هذه المرحله هذه، يعني كنحاول نشرح من القلب ديالي باش اي وحده دارت الوصفه تنجح ليها يعني ما تضيعش فيها. وهادشي اللي كيبقى معنا كنعاودو، وتاكدوا انها يعني يبست لكم مزيان حيت لمشات حتى ما كلمات لكم مزيان راه غادي تحتفظوا بها غادي تضيع. المهم دابا القوام ديالها كيبقى كيف كتشوفوا كتبقى حرشه ماشي عاوتاني غليظه ولكن المهم راه الصوره واضحه واقيله. المهم نستمروا نفس الطريقه حتى كنسالوا الكميه ديالنا كامله اللي عندنا. المهم اخوات ديالي دابا راني طحنتها كامله كيف كتشوفوا، يعني كتخرج واحد الكميه اللي مزيانه، يعني واحد الكميه اللي مزيانه من احسن صوبوها في الدار. يعني واخا كنتدبوا معاها واحد شويه في اللوال التقشره ديالها نديروها في الفران باش تكرم ولكن معليش كتكون واحد النتيجه في الاخر مرضيه. انا راه ما عمرني ما شريتها في الصراحه، ديما كنصوبها غير في الدار. يعني هذا هو القوام اللي كتكون فيه، يعني من الاحسن ديما هادشي تهبوا في الدار. وان شاء الله دابا نقدم معكم هذا البصله بودر حتى هي كيفاش كنصوبها. كيف كتعرفوا دابا عيد كبير قرب ان شاء الله لقينا في العمر لا هو مكتب، يعني بزاف ديال الوصفات هادو كيجيو زوينين فيهم كيبنوا لنا الوصفات كيعطيو واحد الاضافه زوينه. صافي ندير انا في هاد القرعه هادي ديال الزاج، يعني من الاحسن ديروها في قرعه ديال الزاج. العطريه كامله كتبغي هذا القرعه ديال الزاج باش كتبقى العطريه سخونه. صافي تكون نقيه وداكشي ونديروا فيها هاد الثومه ديالنا كتبقى معنا مده طويله ما كيوقع عليها حتى حاجه. يعني انا عمرت هي القرعه كامله وشاط معايا داكشي، يعني راه كتخرج الصراحه راه ما عبرتش شحال خرجت ليا ولكن راه المهم كتخرج واحد الكميه مزيانه. ونتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولعجبكم الفيديو تبارطاجوه مع العائله ديالكم ومع الاصدقاء، يعني عاونوني غير بالبارطاج. وبسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، خليت لكم الراحه.